اهلا بحضرتك استاذ ايمان وقناه المحور والساده المشاهدين يا فندم. هو احنا بنفتري على قطر لما نتهمها مباشره، لما تتهمها مصر والمصريين بانها تأوى وتدعم الارهاب؟ شوف يا استاذ ايمان، بصراحه يعني انا مش عايز يبقى عندنا نوع من الديستراكشن والتشتيت ونتشغل عن قضايانا الاساسيه ونبتدي احنا كاخوات وعرب ودول نقطع في بعض. كتير من الناس هتهاجم كلامي ده وما تقتنع، كل واحد له وجهة نظر. انا كانسان مقاتل وضابط صاعقة سابق اقول لحضرتك من المستفيد من تشتتنا ومن الارهاب، الكلام ده مش محتاج استنتاجات. يعني الصهاينة والولايات المتحدة الامريكية واللي بيدعموا كمان واللي بيدعموا الارهاب مستفيد. هقول لحضرتك حاجة، النهاردة امريكا بترمينا الطعم ده، امتى؟ ساعة الطائرات الرافال الصفقة الفرنسية ما جت لمصر ولقطر. هنقعد نقول دول برضو اخواتنا وعرب، من المحيط الى الخليج دولة عربية واحدة، امة واحدة، لغة واحدة، هيفضلوا يقطعوا في النسيج العربي لغاية ما ننهار كلنا. لا نشغل وقتنا للخلافات أبدا. تخيلي حضرتك كل دعم قطر، دولة عندها طموح، أهلا وسهلا، ما نقعدش نقول مش عارف الشيخة موزة والأمير مين. سيادة اللواء اللي عنده طموح ربنا يوفقه في الطموح اللي عنده، وإحنا ما نتمناش لأي دولة عربية، بالعكس دي حاجة مفروض إن ده فخر لينا جميعا. لما بلاقي أي عربي بارز في أي مجال إحنا بنفتخر بيه، هو عربي راجل ولا ست، يبقى من الخليج، يبقى من أي دولة عربية، مش دي مشكلتنا. إحنا بنتكلم وبرضه مش بنتكلم على الدولة كمواطنين في دولة قطر، نحن نتحدث عن من يصنع السياسات في دولة قطر. أنا مع حضرتك قلبا وقالبا، ما فيش اختلاف بينا أبدا. أنا بقول لحضرتك عشان النهارده ما يجيش جاريت كوين وجورج سيروس والداتا بيز اللي بتنزل على الجوجل اللي كلنا بنستقي منها المعلومات بتفرقنا كلنا. الامريكان بيختاروا توقيت درسين سيكولوجية الانسان العربي والمصري بالذات، وبيرمونا الحاجات دي عشان نسيب كل مشاغلنا وحياتنا ونتجه للهجوم على قطر. لمصلحة من؟ قطر عندها طيارات متقدمة هتهنى. الامريكان لو هم اذكياء ما يبقاش عند قاعدة السلاية والعبيد في قطر وتواجد وتتكلم تبين لنا ان الكلام ده بيتم يعني رغما عن انف امريكا، وانها مش عارفة وانها بتعارض الكلام ده. واحنا عندنا تصفيح فكري لهذه الدرجة؟ احنا بنقول لهم من الاخر زي ما حضرتك دلوقتي بنكلم واحد في كلام احنا مش مقتنعين بيه، نقول له هات من الاخر، انتوا عايزين ايه يا امريكان؟ عايزين ايه؟ نحن وطن عربي واحد وأمة عربية واحدة، في خلافات في خلافات، يبقى في رأب صدع. هذه الأموال القطرية تستثمر في السلاح لمصلحة القضية وهي القدس وتحرير فلسطين المحتلة، وليس يفضلوا يشتتونا في كلام اللي بيصنعوا الإرهاب في العالم وبيصدرهن هم الأمريكان والصهاينة وليس قطر أو دول أو دول أو دول. قطر النهارده دولة صغيرة كانت حاطة في مصر مليارات عشان استثمارها وسحبتها عشان كذا، عادي جدا، انما كانت حاطة فلوس كانت بتساعدنا وقت الاخوان، واجبها انها تساعدنا، واجبنا احنا ان الجيش المصري يروح النهارده يقعد مكان القواعد الامريكية دي يحمي اخواته واهله، مش الامريكان هيحمونا. الامريكان دول هم السرطان اللي بينعش في الجسد العربي وفي الامة العربية. اتمنى ان احنا نفوق وما نمشيش ورا جاريت كوهين وجورج سيروس والانترنت والمعلومات اللي بتتاخد من الداتا بيز هناك عشان تولع البلاد كلها. شكرا سيادة اللواء، ده رأي حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا.